أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة جادة في استكمال وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة. هذا وقد شدد رئيس الوزراء خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الدعم الكامل للهيئة في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي كأحد الأعمدة الرئيسية المكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة ومتنوعة.